هاي صبايا، أنا سارة. اليوم بهذا الفيديو رح نشرح لكم ما هو تمرين الهيت، التمرين الذي يحير بعض الأشخاص، بالرغم من أني شرحت عنه مواضيع وفيديوهات سابقة وعملت مقارنات بينه وبين تمرين الكارديو أو الكارديو تباتا. طبعاً أنا ما حفوت كتير بتفاصيل المقارنة، اليوم حابة ركز على تمرين الهيت لأهميته الكبيرة. أول شيء، تمرين الهيت هو تمرين عالي الشدة، بالإنجليزي بيقولوا له High Intensity Interval Training، يعني هذا التمرين أنت لازم تكوني عم تبذلي من جهدك بين 85% وال90%، يعني نبضات القلب مرتفعة. أنا حخبر لكم اليوم بطريقة تعرفي حالك أنه أنت فعلا عم تعملي هيت ولا عم تعملي كارديو عادي وما استفاد جسمك وما أخذ الشيء اللي نحن بدنا إياه. شو هي فائدة الهيت؟ خلينا نحكي عن فائدة الهيت. فائدة الهيت عزيزاتي بيحرق دهون وبيبني عضل، ما بيحرق عضل، بيبني عضل. نحن السيدات أو البنات يلي حابين يشدوا ويتخلصوا من الترهلات أو يلي حابين يتخلصوا من الدهون العنيدة، الخيار المثالي إلهم هو تمرين الهيت. يمكن تستصعبوه بالبداية، لكن صدقوني لو تعرفوا أهميته، وبالأخص إنه بيرفع هرمون الـ HGH يعني الـ Growth Hormone. هذا الهرمون فيه معدل الكوليجين كتير كتير عالي. الـ Growth Hormone هرمون النمو، نحن بنعرف هو عالي عند الأطفال، لكن بعد سن البلوغ ببلش بنخفض بجسمنا، لذلك بتلاقي علامات الشيخوخة بلشت عن بعض الأشخاص أبكر من بعض الأشخاص الآخرين. علامات الشيخوخة تجعد الجلد، ليش؟ لأن نحن عنا الجروس هرمون منخفض. طيب ليش عند لاعبين كرة القدم بتلاقيهم دائما شباب وشكلهم شاب؟ لأن لاعبين كرة القدم بيعملوا تمرين الهيت. تمرين الهيت بتلاقيهم بيركضوا بأقصى سرعتهم لحتى يسددوا هدف، وبعدين بيريحوا وبيرجعوا على المرمى الثاني. وهيك نحن لازم نشتغل بتماريننا على الهيت. عزيزاتي، أول شيء بس خليني أشرح لك هاي النقطة، أنت كيف تعرفي حالك أنه عم تعملي هيت أو عم تعملي كارديو؟ ما عم يستفيد جسمك، عم يحرق دهون وعضل، ما عم يحرق دهون وبيبني عضل، ما عم يفرز لك هرمون النمو. الكارديو غير الهيت. طبعاً تمرين الهيت من أهم ميزاته أنه بعشرين دقيقة بتختصري جهد ساعات طويلة بالنادي لحرق الدهون، 20 لـ30 دقيقة. لكن لازم تعرفي أنه أنت عم تعملي هيت ولا بتعملي كارديو عادي. طيب أحياناً بنشوف بالصالات الرياضية أو النوادي أنه الأشخاص عم يمشوا أو بيركضوا على التريد ميل، جهاز المشي، وعم يحكوا مع بعض. مدام انك قادرة على الكلام بشكل عادي، هاي كيفك؟ انا منيحة، ايه الحمد لله، شو اخبار، شو طبختي اليوم؟ انتي بالكارديو، انتي مالك بالهيت. مدام انك عم تحكي بطريقة عادية بدون ما تحسي، انتي بالكارديو مالك بالهيت. انتي عم تحرقي دهون وبتحرقي عضل، ما عم تحرقي دهون وبتبني عضل، ما بتزيدي افراز هرمون النمو، وبالتالي بتزيدي من الكوليجين ليصلح لك العظم، ليصلح لك العضلات، ليصلح لك التيشوز بالجسم، ليجدد لك الجلد، الاسنان، الشعر. انت اذا كنتي عم تعملي هيت وعملتي لمده 50 دقيقه ساعه، معناها ما بذلتي 90% من جهدك، ما بذلتي 60% وفكرتي حالك انك كنتي عم تعملي هيت. الهيت ماكسيمو 20 لـ30 دقيقة بتحسي جسمك خلص. استجيبي لجسمك مو لدلعك، مثل ما بقول دائما. كيف يعني استجيب لجسمي؟ هذا الاختبار بتعمليه اذا كنتي عم تعملي تمرين الهيت. حاولي تحكي، انا اسمي سارة، انا عندي قناة سارة بوب فيت، بعمل فيها تمارين هيك. لكن إذا كنتي أنا غلط، ما طلع صوتك غلط، معناها هدي، نزلي 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 التيمبو، نزلي. إذا فيكي تحكي بطريقة متقطعة معناها أنت بالطريق الصح. إذا ما طلع صوتك معناها أنت كتير أوفر، كتير عليتي الشدة، لازم تهدي. إذا عم تحكي أنا اسمي سارة من قناة سارة بوبفي، معناها أنت بالكارديو وعم تعملي الهيت غلط ولازم تصلحي. عزيزاتي، الهيت مرة بالأسبوع أو كأقصى حد 3 مرات بالأسبوع،
كأقصى حد. ما تعملوا كل يوم هيت لأني الجسم بيتعب كتير كتير وبيصير له ردة فعل عكسية. جسمك لما بتعملي تمرين الهيت مصنع حرق الدهون لمدة 24 أو 48 ساعة بيعتمد على شدة تمرين الهيت يلي عملتيه. لذلك صبايا طبعا أنا ما بدي اللي حابين يكتسبوا وزن يخافوا من هاي النقطة، نحن ما بدنا نحرق دهون، لا، أنت بعد تمرين الهيت أصلا حتاكلي وجبة كبيرة بما أنك عم تحاولي تكتسبي وزن، ولما بتاكلي وجبة كبيرة جسمك حيخزن الجليكوجين بالعضل وهذا الشيء حيكبر لك العضلات، ما أنت حابة تكبري عضل وتكتسبي وزن. ونفس الشيء للصبايا اللي حابين يشدوا بياخذوا وجبة تناسب السعرات الحرارية الخارجية والداخلة، واللي حابين يخسر وزن نفس الشيء بياخذوا وجبة خفيفة. هيك بيكون هذا التمرين بيناسب كل الفئات، وهيك أنا حبيت وصلكم فكرة الهيت وأهميته، وياريت نركز على هذا التمرين بالرغم من صعوبته. بليز بليز ركزوا عليه ودخلوه ببرنامجكم الأسبوعي لو مرة واحدة باليوم. وهذا كان كل شيء لليوم. إذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي لايك والاشتراك بالقناة إذا كنتي مشاهدة جديدة. بحبكم كتير، شوفكم بعدين، باي باي.